هاي جايز، كي دايرين؟ لبست عليكم مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هاد نهار اثنين و ما مشيتش للستاج صراحة، كنت عيانة وعندي بزاف ما نقضي، وما صافي قلت بلاش ما كسل. I'm so sorry، كنت باغية يكون هاد النهار productive ونشجعكم ونحمسكم وهادي وهادي، ولكن للأسف ماشي دائما كنكونوا في أقصى درجات الطاقة ديالنا. مهم، بقيت نلبس جلابتي، دابا غادي نمشي عندي شي سخرة نقضيها. وقلت صراحة كنت عوالة نفلوغي بما انني غادي نمشي للسطاج، يعني غادي ندير شي حاجة، ولكن صدقت ما مشيتش للسطاج، قلت ما غاديش نفلوغي. فتري قلت واي نوت، علاش لا، ندوزو الوقت اونصومبل شوية، واخا يجي فيديو قصير ما غنديرش فيه شي حاجة. ولكن مهم، هادشي اللي كاين، كنتمنى يكون رمضان كيدوز عندكم زوين وكل شيء هو هذاك. صراحة انا دابا ماشي اكتيف، ولكن مزيان. واحد الحاجة ديجا كنت كتبت شنو خاصني نبقى ندير في رمضان، دونك هاد النهار غادي نشوف معاكم واش درت داكشي اللي خاصني نديرو، واش زعما طبقت داكشي اللي كتبت انا قبل رمضان خاصني ندير، داكشي اللي في لا ليست خاصني نديرو. وصافي، هادشي اللي كاين. كنتمنى يكون رمضان ديالكم دايز مزيان، كنتمنى تكونوا ذكرتوا فيه الله بزاف، صليتوا فيه بزاف، قريتوا وفهمتوا فيه القرآن بزاف، تعاملتوا بإحسان، حيت هذا هو شهر الإحسان. و صافي، هادشي اللي كاين دابا. المهم شويه غادي يجي الطوبيس باش نمشي فيه، وصافي قلت من راني كنعاينو نمشي لبس غير سبردينتي، جلابه وهادي في السبردينه، ما تديوش عليا بيجامه السروال من التحت، ما تديوش، ما تديوش على الديتايز، ما تركزوش فيهم حتى رمضان وما يهم ما يخالف. هادشي اللي كاين جايز. صافي، كنجد واحد فيديو اخر نتاع شارك معكم فطورات، ماشي شهيوات اللي غادي ندير، ماشي شهيوات، المهم فطورات نتاع سيمانه فيهم شهيوات اللي غندير. عرفتو هاد النهار صبح طلع لي الدم من الكوزينه، قلت لي ماما شنو غندير شنو غندير، قلت ديري شي حاجه اللي سهله، كطيب وكتنتكل، صافي ما فيها لا تخربيق، قلت لي واش نديرو التاكوز، ما فيها لا تخربيق. عرفتو راه من ثلاثه ملي كندخل الكوزينه حتى كيودن، راه ما يمكنش شحال ديال الضياع هاد الوقت، قسما بالله الا ضياع هاد الوقت هي الكوزينه، قسما بالله. شبنا كون غير كنت كن زعما كنوجدو شي حاجه زعما اللي كتحطي شي، ملي كتجي تشوفي الفطور عادي زعما ماشي شي حاجه تبارك الله، ولكن عادي زعما ماشي ديال داك المجهود كله اللي درتي من الثلاثه وانتي واقفه حتى كيودن معاياش مع ستونس، مع ستونس واقيل راه بزاف بزاف. مهم، صبحت ساخطه والله العظيم، قلت لها طيبي شي حاجه، غير شي حاجه طيبي، شي حاجه اللي سهله، اش بنادم هذا الشهر ديال العباده ولا الشهر ديال الكوزينه، عاد الصيام يا حسره. المهم راه تعصبت دابا، ما تديوش عليا. المهم هاي هاي جايز. هاي جايز، جيت يلاه جيت، ملي خرجت مع جوج راه ربعة، جوج سوايع ربعة وربع، يعني لاباس عليكم. المهم بغيت نقول لكم شنو درت، ما صورت لكمش بزاف صراحة، المهم داكشي عادي، مشيت تسخرت عند واحد الخياط، موراها هبطت مشيت شريت شي، راكم ما تشوفوني واقفة عند داك مولات الخبز، شريت شي قريشلات وشريت واحد ملفاية على باتيسري، وصافي هادشي اللي كاين، غيان دو سبيسيال. وصافي دابا يلاه وصلت فمي،
كالحة كالحة في المود، لا ماشي مود، طلعت شو لكم في مياج. صافي دابا غنمشي نتوضى نصلي العصر راه ودن، وطلعت كنذكر. المهم بعد حيدت عليا شويه الذكر، صافي هادشي اللي درت صراحه. الله داكشي ما درت، ما حيدت عليا، باقي قرايه قرايه الصراحه. غير فتحت عينيا بديت كنقرا شويه في واحد الكتاب راني بديتو جديد، ماشي فاتتني صلاة، كملت 40، ماشي فاتتني صلاة. واحد الكتاب اخر عرفتو راكم 100% غتكونوا سمعتو، داك اللي كتب الاب الغني والاب الفقير، هو نفسه اللي كتب هاد التدفقات المالية الاربعة دابا سميتو، و زعما ريكومونداه علينا داك احمد الشقير، يعني مول كتاب 40 هو اللي ريكومونداه، وقال لنا زعما ما تمنيش تكون قريته في العشرينيات من عمري. قلت ها كمان نراني في العشرينيات، لاش لا ما نقراش. كان زعما الاخر ديالو هو يعني كاينين 4 ديال النوع ديال الانسانات، 4 ديال الانواع ديال الناس، واللي هما اما زعما شي واحد زعما منين غادي تدخل المدخول ديالك، واش من كموظف، ولا كصاحب مهنة حرة، ولا كصاحب مشروع، ولا كصاحب كمستثمر. فالمهم هادو هما التدفقات المالية الأربعة، يعني ما كاينش شي مركز ديال الدخل من غير هادو، من غير الا كنتي كتسعى. وصافي هادشي اللي كاين دابا راه كنقرا نشوفهم. انا سي و40 شحال نعطيه من 10؟ انا نعطيه 8.5 صراحه. واعر واعر صراحه، 40 زوين بزاف. كيهضر على بزاف ديال الحوايج، شامل بزاف، يعني كيقولنا التجارب ديالو هو. زوين والله الا زوين، زعما اي ريكومند. وصافيت ان شاء الله غنسالي هذا، غنبدا فاتتني صالت. المهم حيت في التالي دار بزاف ديال الكتوبه، يعني اقتراحات نتاع كتوبه اللي هو التروفيه واللي عجبو بزاف، باعتبار هو كيقرا بزاف. ف خديت سكرينيت بزاف ديال الكتوبه اللي غادي نقراهم. من بعدهم صراحه كنت مشهيه نقرا ديال شي حاجه الفلسفه. كنت انا اصلا ديجا كنت بديت الجمهوريه في واحد الوقت، كتاب ديال افلاطون الجمهوريه، و انفورتشنتلي ما كملتوش. عرفتوا شحال لقيت فيه؟ ماشي داك لا 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 لا، ماشي الجمهورية اللي كنت بديت، واقيلا كنت بديت المدينة الفاضلة، واقيلا شي واحد من هاد الجوج. عرفتو شحال فيه؟ كنت فيه 1300 وكدا وشي حاجة. وانا واحد النهار بديت كنضحك، قلت له سكرينيت انستغرام دي شي عام ولا عامين، قلت لهم قريت تبارك الله قريت 300 وداك داكشي اللي في التالي، وباقي لي غير 1000 صفحة. الصراحه ندمت حيتاش ما كملتوش، ولكن ان شاء الله دابا غادي نقرا الجمهوريه، وغنقرا واحد ديال ارسطو، واحد افلاطون، واحد ارسطو. الجمهوريه والاخر كي سميتو ما عقلتش كي سميتو، وتا هاد المدينه الفاضله دابا نقرا ان شاء الله. بعد سيت عيانه بزاف. سي يو ليتر. كنت نصور راسي كون هادشي كامل ومشيت للسطاج. او ماي جاد، هادشي كرا راسي غادي تطرطق. صافي جايز، ثانك يو سو ماتش فور واتشينغ. كل ما غنبقى نسالي شي فيديو نقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشينغ، وكملوا معايا هاد الفيديو. عرفتو نست جبتها بواحد النعسة، عشي دابا راه قربي ودن، كنحس بالعيا وخاصني نوض نسخن الخبز. ومن هاد النهار ما درت والو، ما درت حتى شي حاجة، وغير انا داك الخرجه اللي خرجت درت والو. امي بس كنت متفرجه في مال الدنيا. ما كتفرجوا له؟ ميسو ميسو ميسو.